صار معكم لي ملفنا الثاني واللي لا بتكلم عن منظمة أعرف مجالك، تأسست في عام 2020 وشغالين على مشاريع وكمان مؤتمرات جدا جميلة ومختلفة. سعيدة جدا يكون معي داخل الاستديو مؤسس والمدير التنفيذي للمنظمة مصعب أبو بكر. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا ومرحبا بكم كمان. الله يديك العافية يا رب. إحنا عايزين نحكي للسادة المشاهدين السبب اللي خلاك إنك تبدأ في المنظمة، وكمان يعني نبذة تعريفية عنها وتفاصيلها وأهداف اللي هي تعمل عليها. فكرة المنظمة أو ليه انشأت الفكرة، طبعا دائما بتكون في مشكلة ونحن لازم نجد لها الحل. فبنلاحظ أنه طلاب في المرحلة الثانوية بكون بتواجههم مشاكل، يعني في ناس بيجيبوا كم 90 وما قادرين يختاروا مجالهم كويس، بكونوا متوترين لأنه أنت أول ما تختار المجال تاني معين في تراجع. أول ما دخلت الجامعة خلاص تاني عندك 5 سنين أو 6 سنين حتى تدرس أنت في الجامعة. فلقينا أن الفئة دي من خصوصيا احنا في امتحان الشهاده الثانويه في السودان بنديه اهميه كبيره جدا، فبالتالي لازم يعني نجد حل المشكله بتاعت الناس اللي ما قادرين يختاروا مجالهم. نعم. فمن هنا جات الفكره بتاعت المجال، بتاعت فكره منظمه اعرف مجالك. والبدايه كانت عباره عن فيديوهات في اليوتيوب، فيديوهات انيميشن، بما انه كان فتره كورونا وما قادرين نقدر نعمل مؤتمرات، فمن هنا عملنا فيديوهات انيميشن الحمد لله كانت كويسه. دي كانت البدايه اللي انطلق لنا، وبكذا نحن ثاني واصلنا المواضيع بتاعتنا كلها. ممتاز. طب يعني انت الفكره دي بتدينا احساس بتاع انه في فريق بتاع عمل مجتهد تماما وشغال على كل التفاصيل بطريقه كويسه. يعني انت بتدرس اصلا مجال والاجهزه الطبيه، تمام؟ ويعني قبل شوي انت قلت فيديوهات صغيره وجرافيك، فده يعني شنو؟ فمنو هنا شغال في ده؟ لازم تعمل كيف التيم ده متكون من منو؟ نعرف معاك تفاصيل اكثر. احلى حاجه في منظمه تعرف مجالك التيم بتاعها، احنا بنعتبر عباره عن اسره كامله، لانه اي حاجه بنعملها بنكون مشاركين فيها كلنا. الفيديوهات لما احنا جينا بالفكره كان في واحدة اسمها فاطمه، كانت مصممه، هي اللي بتصمم لنا التصاميم، والله ما شاء الله عليها كانت مصممة كويسة شديد. من هنا تاني بعد شوية بنتواصل مع المتخصصين في المجالات، بنشيل منهم الصوتيات وبنعمل الفيديوهات في شكل بتاع كرتون، فكان تيم كامل وبيعمل الحاجة دي كلها، فما شاء الله عليهم كلهم مبدعين 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 وكلهم عايزين يساعدوا الطلاب. طيب يعني واحدة من الحاجات اللي ممكن تكون برضو يعني جميلة في مبادرات طبعا ومنظمات ممكن تكون مشابهة للفكرة أو شغال على نفس الهدف، فهل في تشبيك بيناتكم؟ والله بالعكس، احنا قدر ما كانت في منظمات ولو كانت بتعمل نفس الحاجه ما مشكله، لانه اصلا الناس المحتاجين كتار شديد، يعني احنا ما حنقدر نغطي كل الطلاب بتاعنا الشهاده الثانويه. ففي منظمه ارسم مستقبلك، في ان احنا بنعمل شراكات مع منظمات ثانيه، كلنا بنساعد في ان نقدر نصل للهدف بتاعنا. دي حاجه جميله جدا اكيد. طب الفكره اللي انت بتعملوا عليها طبعا اكيد عشان تقوم تتنفذ على ارض الواقع بتحتاج لي اجتهاد، بتحتاج لي مشاريع حقيقيه، انه ناس تتواصل مع بعض. فافهم معك شكل الخطه من لحظه البدايه، خلاص انت قلت التحضير لطلاب الشهاده الثانويه، بعد ذاك التفاصيل بتمشي كيف؟ اول حاجه نحن نعمل تمهيد في تمهيد نفسي، بنعمل لايفات في الصفحة بتاعتنا، بنجيب ناس بتكلم باسم أعرف مجالك؟ أي في الصفحة بتاعت باسم أعرف مجالك، بنجيب ناس تتكلم، لأنه أنت قبل ما تختار المجال لازم أول شيء أنت تعرف نفسك ذاته، يعني هل أنت في أنماط من الشخصيات، في أفكار، في ناس مبدعين في مجالات معينة، فبنهيئهم نفسياً أول حاجة عن طريق اللايفات، بعد شوية بنبدأ نعمل المؤتمرات بتاعتنا، الحمد لله قدرنا نعمل مؤتمرين، كانوا الحضور كان كويس جداً. وحتى بنمشي للمدارس ذاتهم طلبة الثانوي، بنمشي نعمل لهم محاضرات وورش، بنهيئهم نفسيا. بعد شوي بندخل للمرحلة اللي بعدها اللي هو سعيدين ان شاء الله يوم الاربعاء والخميس اللي بعد الجاي هنعمل معرض كامل او برنامج كامل للطلاب الثانوي. ممتاز. ده حيكون فيه كل شيء، حيكون فيه معارض للتخصصات، حيكون فيه استشاريين هم بيجوا يتناقشوا مع الطالب في حد نفسه، لانه في مشاكل كده صغيره ما بيعرفها الا المستشار. حلو. ففي برامج كثيره جدا بنعملها لهم عشان يقدروا يدخلوا الجامعه وهم مطمئنين. طيب احنا قبل ما نجي للحته بتاعت المستشارين حنقوم نقسم الموضوع ده على مراحل، انت ذكرت دي المرحله الاولى. المرحله الثانيه انتوا برضه اجتهدتوا وعملتوا دليل كامل متكامل في كل التخصصات الجامعيه. فاعرف مجالك الارشادي ده تفاصيله شنو فيه وشنو حجم الجهد اللي انتم عملتوه عشان ما تطلعوا الحاجه الجميله دي؟ صراحه دي انا ممكن اكون من اكثر الحاجات المبسوط منها جدا. الدليل
طبعا هي كانت فكرة وتنفيذ مصمم فؤاد العبيد. صراحة أنا أحييه من هنا لأنه هو التزم بتصميم. والفكرة بتاعت الدلي إرشادي إنه بكون عندك كتيب، الكتيب ده فيه كل التخصصات، والكتيب ده الميزة بتاعته إنه تفاعلي، بضغطة زر أنت بتمشي للتخصص اللي أنت عايز تطلع عليه، فبيكون فيه كل التخصصات اللي أنت عايز تطلع عليها. فممكن خلال ساعة واحدة تقرأ كل التخصصات اللي أنت دايرها في ملف بتاع PDF فيه مجموعة من المعلومات. الآن إحنا تعبنا عشان نقدر نصل لها، ما معلومات سهلة. موفقين يا رب، وفيما بعد عايزين نشوف هو تطبيق متواجد في كل التلفونات السودانية عشان نقدر، وشباب طبعا المجتمع السوداني، ونقدر نتحصل على المعلومات دي بكل سهولة إن شاء الله. دي فكرة من الهواء كده لكن هنفذها معك تحت الهواء، ما في مشكلة. طيب يعني الجهات المتخصصة عشان ما هي تعمل في تبعية الطلاب، ما وذكرت برضو جانب بتاع مستشارين عشان هم ناس بيكونوا يعني عارفين أكثر، فكيف بيتم اختيارهم؟ في لجنة متخصصة في كده؟ في جزء من التيم بتاعكم؟ كيف بتعمل الحاجة دي؟ الجانب بتاع المستشارين احنا عندنا من ما بدأت المنظمة بدأت من الناس المستشارين ديت، صراحة هم الدعم المنظمة في البداية مع انهم ناس مشغولين وناس دكاترة وكده. بنجي طبعا كل اونلاين، منشور عندنا برضو في الصفحة ارقام التواصل بتاعتهم، حتى عندهم جروبات، فالطالب بيتواصل مع الزول المستشار اللي هو عايزه بالضبط، مع الكلية اللي هو عايزها بيتواصل معه. يا اخي انا عندي مشكله، دار اعرف الفرق بين علوم الفيزياء وهندسه الفيزياء مثلا، او علوم الكيمياء وهندسه الكيمياء. في معلومات بسيطه جدا ممكن تخلق فرق كبير جدا، والحاجه دي بيعملوها لنا المستشارين، وما شاء الله عليهم للان شغالين في الصفحه، وفي عدد كبير جدا من الناس استفادوا. حلو. طب المؤتمرات والمشاريع، انت الان في زياره برضه للخرطوم عشان يعني بتعايز تطبق المؤتمر اللي جاي ده، فنحكي تفاصيل عنه لو انت ذكرت الاربعاء والخميس، لكن برضه لو سمحت اتواصل معكم عبر الصفحه، اعرف مجالك لكن نسمع معك. هو حيكون برنامج كامل، حيكون برنامج الطريق للجامعه، حيكون في الرياض طبعا، كله فور فري للناس، يعني بس تجي تدخل وتطلع. البرنامج فيه أربع محاور أساسية، المحور الأول المحور بتاع المعارض، المحور الثاني محور بتاع الاستشارات، والمحور الثالث المحور بتاع الورش، والمحور الرابع محور بتاع الترفيه. حيكون إن شاء الله يهو في الرياض في مركز اسمه مركز بيت الشباب، هو يعني طرح لنا الفكرة وشاركنا بها، فحيكون إن شاء الله هناك، حيكون في عدد كبير من الناس هيجوا. فبس يعني ان شاء الله يومين، هو اربعاء وخميس، يوم الاربعاء من 19 و20 ان شاء الله، 19 و20 من الصباح لحد الساعه 6 ان شاء يا الله. يا سلام. طيب ان شاء الله رب موفقين، ونكون معكم حضور كقناه سودانيه 24. قبلها طبعا عملتوا مؤتمرات وعملتوا فعاليات سابقه، فاحنا مع بعض هنشوف مجموعه من الصور على الشاشه، لكن هحتاج منك انت برضو تحكي لنا ونتذكر مع بعض التفاصيل ان شاء الله. دي واحده من دي طبعا اول مؤتمر لنا، كان مؤتمر كان في جامعه السودان، فصراحة كان بداية الانطلاقة الكبيرة لنا، كان الله. حتى محمد عثمان يعني كان داعمنا جدا. ودي واحدة برضو من الورشة، من الورشة في المدارس، مدارس سيستر سكول. أيوه. برضو كانت في خلال السنة دي برضو عملناها، دي مدارس علي السيد بتوتي، برضو ورش مشينا قدمناها في مدارس علي السيد، برضو من المدارس المرموقة جدا وساعدتنا كثير جدا إن نقدر نواصل. نعم. طيب كيف بتختاروا اصلا الجامعات والمدارس؟ يعني في خطه انتم ماشيين عليها ولا شنو؟ في عدد من المدارس لازم نغطيها كل سنه. اوكي. وفي مدارس اصلا بتواصلوا معنا بصوره مباشره، نحن عندنا يعني كل شيء جاهزين، او ممكن نتواصل مع الناس بصوره مباشره طوالي. ففي ناس بتواصلوا معنا، نحن طوالي بنقدر يطلبوكم على اساس انه تجوا تعملوا أيوة. التبعيه دي. بنكون عندنا فيها كم افكار. وده المؤتمر الثاني، ده طبعا مؤتمر لطلب طلبه الجامعه. ده اسمه كان الحياة الجامعية، ده بتهيئ الطالب في المرحلة إنه يستفيد من الجامعة، يعني الجامعة ما عبارة عن أكاديميات فقط، في خمسة محاور تكلمنا فيها، ومن جانب زي الجانب التطوعي، الجانب بتاع الجانب الاجتماعي، وكثير من قاعد يكون في نماذج من أيوة. الشباب اللي هم حققوا طبعا حاله دي أيوة. هم ذاتهم بيجيبون هم كمتحدثين يتكلم في المواضيع، حاجه جدا لطيفه. موفقين ان شاء الله. يا مصعب في كل جاي. انا عايزه يعني اخذ معك رساله اخيره ممكن توجهها للمجتمع السوداني وللطلبه، خصوصا بها الناس اللي انت عايز مساحتك، تفضل. ان شاء الله. صراحه الحاجه اللي انا دار اقولها انه بالنسبه للجهات الداعمه او بالنسبه للناس اللي عندهم مسؤوليات، انه الدعم بتاع المنظمات بيساعد كثير جدا للطلبه. نحن كمنظمات الفائده الاساسيه بتاعتنا تكمله للجزء الحكومي اللي بتقدمه الوزارات، ف
من خلال لما نلقى مساعدة. طبعا الإنجازات دي كلها بدون أي مساعدة من أي جهة، والحمد لله حنواصل وحنقدر. لو لقينا إن شاء الله دعومات ولو كانت يعني مكان نقدر نعمل فيه مؤتمراتنا، الحاجة دي حتخلق فرق كبير جدا، وممكن نقدر نساعد بدل ما يكون 1000 يكون 3000 4000. يا سلام عليك. فإن شاء الله غايته نقدر نصل للعدد الكبير ونقدر نساعد كل الطلاب إن شاء الله. موفقين إن شاء الله، طالما أنه في أمل أكيد بكرة حيكون أجمل، وتفاصيلكم اللي انتم شغالين عليها بخطط واضحة تلاقوا الناس كلها معاكم. موفقين يا رب العالمين، ومساحتنا دائما مفتوحة لكم يا مصعب ولكل الشباب اللي بيحاول يعمل حاجة حقيقية تجاه السودان. سعدت جدا بوجودك معنا بكل المعلومات اللي ذكرتها حول منظمة أعرف مجالك، والناس أكيد هتتابعكم في صفحة على الفيسبوك بأعرف مجالك. كده صح؟ جزاكم الله خير. شكرا على الاستضافة. الله يديك العافية وموفق يا رب العالمين.